هنسو جدا المدرب المساعد في رحلة الإسلام تاريخ اليوم شكل ونتحدث بالتأكيد من الدبس بعد المشيخ في ذلك الخبرة خارج في المدى في الأخير. أكيد مباراة كاس ومفهمش مفهمش بالكوب باش كل كبير باش كل صغير ناس كل كيف كيف ناس كل سيرتو كي طلع في بلجزان في السيران طيب مش أي واحد يجي يربحنا الحمد لله اللي ربحنا من جريت اللي احنا ما عملناش ماتش فيه ما اللي صوتيه بالكوب للترشح أهم حاجة بالكوب يزمك تعدى قبل اللعب هذا هو اللي صار مي ثم بين سيرة كيف ثم برشا حوايج إذن نتصلحوا فيه مالقري لي كونديسيون صعيبة مش الشوط الأول كان الريا غصنا مالقري كل شيء مي ثم مينيموم اليوم ما شفت ممكن ما شفناش هذاك علاش صحيح فرحانين بالترشح لكن مانيش فرحانين في كومبورتمون إن شاء الله نصلحوا تعرف كلنا ماتشات ورا بعض ممكن هذا ثالث ماتش في جمعة فيهم زوز ماتشات بالسرطان وكنت تعبوا تعبوا أكثر الأولاد عناش كيف بليزير بتيتر زاد من السرطان وحمد لله كيف كيف السرطان خلقوا في الاخر الحاجه اللي فرحانين بها هي الترشح. سعيد شو كنت بدي نفسي اللي متحدث قبل لكن صار خبره بالطبيعه تلعب في مدرسه في المقابلات اللي تصير فيها على اختفى فرديه يتمكن من الترشح للصبور الكاس. صحيح ما تعرف المباريات هذوما ديما سيرتو معناتها كي تبدا الفرق تلعب فما ديفيرونس هما الاول يقول لك انا نلعب تو تكني زي نفير يلعب معليش يلعب مباراه نتاعو وزاد اللي صعب علينا المباراة إنه سجلنا هدف خلينا صعب علينا المباراة ورزمو عودنا سجلنا في وقت مهم وكما قلت لك في الشوط الثاني سجلنا هدف كان مهم في وقت مهم اللي خلانا يرشحنا للدور القادم إن شاء الله. على مستوى بليز سؤالة مطرف عبيد الشخصي على مستوى اللاعب الأورغاندي سانتا مو تمشي جديد على مستوى واتصاله بوصول إلى الشخص. اتصلنا به سانتا مو فما من إشكال اللي الناس لازم تعرفه اللي احنا اتفقنا معه وقت اللي امضينا مع عقد فنان له امشي لبلادك قلت انا بعثوا لك المبلغ المالي لبلادك ما تمشيش من هذا تو عاودنا اتفقنا معه وقلنا له يجلس في قصه وان شاء الله مش نسمع فيه مستحقاته يبلش التمارين ويدخل مع الفريق. جمعه يجي؟ جمعه يجي ان شاء الله يجي.